متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى البودكاست اليومي من موقع لبنان الكبير. كتب عاصم عبد الرحمن في مقالته بعنوان الرئيس التوافقي بين بكركي والحزب، يقول حلت الأعياد المجيدة وأزيلت في حضرتها القطيعة بين قيادة حزب الله والصرح البطريركي، فكانت لافتة زيارة الوفد الحزبي رفيع المستوى لمعايدة البطريرك بشار الراعي ترجمة لعودة العلاقات بين الطرفين، مهد لها وزير الأشغال علي حمي منذ أيلول الفائت. ولا شك في أن انتخابات رئاسة الجمهورية كانت الطبق الرئيس على طاولة النقاش، فهل من تسوية رئاسية بين بكركي والحزب؟ وكتبت هيام طوق في مقالتها بعنوان اجتماع الحكومة ضروري لا للتحدي إنما للحلحلة، تقول من يراقب المشهد العام في البلد يتأكد يوما بعد يوم أن الأفق مسدود إلى حد كبير نتيجة الخلافات الكبيرة والهوى العميقة بين الجهات السياسية، إذ لا رئيس للجمهورية ولا حكومة فاعلة وكاملة الصلاحيات ولا مجلس نواب قادر على القيام بمهامه الأساسية وأتمام الاستحقاق الرئاسي. وينتقل الاشتباك بين هذه المؤسسات الدستورية، فتارة يتمحور حول جلسات انتخاب الرئيس ومسارها وتقاضف المسؤوليات في التعطيل، وطوراً حول دستورية اجتماع مجلس الوزراء وإصدار المراسيم وتقويم المفاهيم وتفسيرها وتحديد المعايير، والمواطن وحده يدفع الثمن باهظاً بسبب تداعيات كل ذلك على حياته اليومية بكل تفاصيلها. أما فدا مقداشي فكتبت في مقالتها بعنوان فضائح الكهرباء المطالبة بالتدقيق الجنائي لكشف المستور في العقود، تقول لا تزال فضيحة صفقة الفيول الأخيرة مستمرة بعد السجال الذي جرى بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزيرة السابقة ندى البستاني، والتي أدت إلى دخول رئيس إدارة المناقصات جان العلية على الخط لكشف المخالفات القانونية التي ارتكبت لتمرير هذه الصفقة. وتساءل العلي في حديث خاص لموقع لبنان الكبير عن سبب إقدام وزارة الطاقة على توقيع اتفاقية مع شركة خاصة بسرعة قياسية مما رتب على الشاري غرامات مالية، خصوصا أن الدولة اللبنانية مفلسة. لمتابعة مقالاتنا كاملة وكل مقالات كتابنا تابعونا على الموقع الإلكتروني grandlb.com وعلى كل منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.